وقع في الحب على الإنترنت، وعندما التقوا شخصيا أصيب الشاب بصدمة وتم نقل الفتاة إلى المستشفى. مرحبا بكم في قناة صفي ذهنك. إذا كنت جديدا هنا فلا تنسى أن تشترك في القناة ثم اضغط على الجرس لكي تتلقى كل ما هو حديث في القناة. والآن سنبدأ الفيديو. لقد وقع في الحب على الإنترنت، وعندما التقيا شخصيا أصيب الشاب بصدمة وتم نقل الفتاة إلى المستشفى. في حياتنا اليومية أصبح التعرف على أشخاص عبر الإنترنت وإقامة علاقة عاطفية معهم أمرا طبيعيا جدا، فلم نعد نعيش في الأزمة الماضية. ففي الوقت الحاضر وبفضل التكنولوجيا يمكنك أن تجد حب حياتك بنقلة واحدة على الزر، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى مخاطر، حيث أنك لا تعرف من الذي تتحدث إليه بالضبط. وإذا كان ذلك حقيقيا فهناك تفسيرات لذلك، وإذا قمت بإجراء مكالمات فيديو من أجل رؤية الشخص الذي يحدثك فهذا لا يعني أنك ستعرفه جيدا. إن الأمر الذي ستراه الآن لديه علاقة بكل ما سبق ذكره، بل قد يبدو الأمر مضحكا جدا، لكن بالنسبة لشخصية هذا الفيديو فكان بمثابة مأساة حقيقية. يشير كل شيء إلى أن هذا الأمر قد حدث في روسيا. قامت فتاة جذابة جدا وشاب بالتعرف على الإنترنت وبدأ يتواصلان بشكل يومي، ومع مرور الوقت بدأ يشعران بشيء أكثر من كونه مجرد صداقة بسيطة. إنها طريقة الحب في حياتنا اليومية. أرسلت الفتاة إلى الشاب صورا فوتوغرافية، وفي تلك اللحظة وقع الشاب في حب تلك العيون الخضراء الرائعة وذلك الوجه الملائكي، وقال الشاب أنه جمال حقيقي، وهذا ما أوضحته صورها. بعد عدة أيام من المحادثات ومن خلال الاتصال عبر الفيديو اتفقا على أن يتقابلا. ذهب الشاب إلى مدينتها وانتظر بفارغ الصبر في المكان المتفق عليه. كان الشاب على يقين أن تلك الفتاة هي مصيره، ولكن بمجرد أن رآها انهارت كل التوقعات بسبب ما رآه على الحقيقة. وبعد ذلك استدار وذهب بعيدا جدا وهو في حالة من الصدمة وكسر قلب الفتاة الصغيرة. بعد ذلك اتضح أن الفتاة كانت سمينة جدا، وكان من المستحيل بالنسبة للشاب تخمين ذلك من خلال الصور التي أرسلتها له من قبل. ولم يلاحظ الشاب ذلك عندما كان يتحدث معها عبر الفيديو. أنا شخصيا أعتقد أن هذه الفتاة جميلة جدا على الرغم من أنها سمينة، وفي الحقيقة إنني أشعر بالأسف لأن كلاهما كان يبني الكثير من الآمال. إذا كان تقابلا في الواقع في بداية الأمر لكان كل شيء مختلفا الآن، وربما كان كل شيء انتهى منذ بداية الأمر ولما عانت الفتاة هكذا. لكن للأسف بسبب ذلك الأمر كان لابد من نقل الفتاة إلى المستشفى من أجل استشارة طبيب نفسي. أعتقد أنها يجب أن تتقبل نفسها هكذا ولا تخجل من ذلك. هناك الكثير من الأشخاص في العالم يشبهون تلك الفتاة في جسدها، وأنا متيقن أن هذا ليس عائقا للعثور على الحب الحقيقي. لذا أخبرنا ما رأيك في ذلك؟ هل تعتقد أن ما فعله الصبي صحيح؟ إذا كانت هذه القصة قد أثارت إعجابك فلا تنسى مشاركة رأيك معنا في التعليقات، وشكرا جزيلا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. إلى اللقاء في المرة القادمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.